تنطلق في هذا الأثناء لحظة صعود الفريقين الرجاء والوداد في الديربي 113. إذا دعونا نكتشف الصورة هنا، صورة الرجاء هنا، صورة الرجاء وصورة الوداد أمامكم مشاهدينا الكرام. روعة 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 وفن وإبداع هنا بالمدرجات مرة أخرى بلوحات جميلة جدا حتى وإن لم تملأ كل المدرجات. إذن هنا علم الوداد واسم الوداد ومكتوب نحن الذين نظر الأعمى إلى تاريخهم وأسمعنا مجدنا لمن به صمم. وهنا كومبارس 113 رسالة هنا وجواب هناك، هكذا هي الأشياء في طياتها، أجوبة واضحة للعيان من شعراء الديربي. نعم الأوتراك سواء الوينرز أو الإيجلز يبدعون ويمتعون الجمهور المشاهد، ومن فضلكم كلمة أخرى أنقذوا ترتيب الديربي. لم يعد في العشرة الأوائل بل أصبح بين 26 وبالضبط في المركز 26 عالميا، هذا ما خرج به فوتبول ديربيز الموقع المتخصص بتصنيف الديربيات العالمية. إذن هنا الصورة، صورة تيفو فريق الوداد وتقابلها صورة تيفو فريق الرجاء. هنا الصورة أمامكم بالنسبة لكم مشاهدينا وللجالية المغربية المقامة بالخارج أكيد تتابع وتستمتع وتمتع على الأجنبي الذي هو بجانبها في هذا الأثناء. نعم الدار البيضاء لديها ديربيها، لديها مباراة جميلة جدا، لديها فريقان كبيران عريقان، لم يبقى إلا أن نتابع مستوى الميدان، هل ممكن أن يكون كمستوى لقاء الكأس الأخير؟ سننتظر ونترقب لأننا نطمح إلى المزيد، لأن الصورة تسوق على أعلى مستوى وفي جميع البلدان. إذن احتفالية كبيرة هنا بالمدرجات، نترك الصورة وصوت الجماهير للأعداد. من جديد نعود مشاهدينا الكرام للديربي 113. انقلبت الصورة والتيفو الثاني للوداد، تحول من الوداد إلى 75، يحتفل الودانيون بعيد ميلادهم هنا 75 سنة على التأسيس. هنا عزف النشيد الوطني المغربي.